حياته هتعيد. أنا كويس الصحة هذه جيب التوتر. وغارقة في الفقر. واحد يعطيني واحد يجري عليا، ما كان قدش نزيد. اسمي عفيف فاطمة، ساكنة في حي المدرسة. المشكل اللي عندي وهو غارقة، قاومت الحياة حتى عييت، ومواليد 42، غادي نكمل 80 سنة. نضل ندور نطلب لقطها بدرهم وبعشرة ريال باش نخلص الكراس 26,000 ريال في الشهر، من غير الأدوية، من غير وعندي ولد إعاقته إعاقة ذهنية، وولد لي بنت بالتوحد. أنا عندي سكر وعندي طنسيو وشربت، يعني وهن العظم مني، وما كليش قادرة وغارقة في الفقر. وبغيت لي ينقضني يجي عندي ونفرش ليه وراقي ويشوف كل شيء بعينيه. عنده إعاقة ذهنية، الدواء كنجيبو ليه من السبيطار، والدرية كنشري ليها الدواء. غباكية ديال الدواء في الشهر 3000 ريال وزيادة، وعاد السيرو، السيرو كتشرب 4 في الشهر، ونشري لها السيرو وهذاك الفاني. أنا اللي خدامة عليهم نطلب بدرهم وبعشرة ريال، واحد يعطيني واحد يجري عليا، ما كان قدش نزيد. ما كان قدش نتحرك على موتور ندور، على الموتور ندور، واحد يعطيني واحد يجري عليا. و26,000 ريال خلصها في الشهر ديال الكرا. عاد الما والضو، كترقد لي القضية ب31,000 ريال في الشهر، كنلقطها بدرهم، مرة نلحق ومرة نتسلف. وإلا ما خلصتش الكرا غادي يلوحوني أنا ووليداتي للزنقة، وأنا معاقة، عندي رجل طويلة ورجل قصيرة وبشهادة ديال الطبيب. ما كان قدش نوقف، إلا وقفت كيضرني الظهر، حنت رجل طويلة ورجل قصيرة، ولمشي ما تليش نقد نمشي. إلا مشيت 10 متر وما جلستش نطيح، خاصني نجلس نرتاح. هزني على الموتور حنت قاعدة عليه، هو اللي هزني خليني ندور. والدرية هي توحد، وعندنا دريرية، دريرية زوينة. أنا كويس الصحة هذي جيب التوتر. أما كي باقي ما الزوال العمل باقي يقبلوني، علاش يكاطي قد الصحة وضعيف ومكن كتاجة رحيم راكيب هذا لا الحاجة لأساني تنتعجبها جوش هذي وحش الشريبة وحش مريم هذا توحد. ملي تخلقت متخلقاش كانت ما كتهضر دابا راه شويه مع الدواء، راه ملي عندها 6 سنين وحنا كنعالجوا ليها، ملي عندها 6 سنين وانا كنعالج